كان ليوم الناس اليوم اللي كان سيادته عمله في شرم الشيخ عشان يجمع العالم كله عشان يكون العالم ومصر من حاله الفساد. انا سعيد جدا ان مع شباب بورسعيد النهارده اللي بيحس الدوله المصريه ان احنا نكمل مشوارنا لمحاربه الفساد ويعطينا ضغط على محافظه بورسعيد من المحافظات الصفاقه ان هي تطبق منظومه التحول الرقمي وتملك احد مراحل القضاء ومحاربه الفساد. حاجه ثانيه منظومه التامين الصحي لانه من احد المراحل لمحاربه الفساد. كل يوم بيتم فيه اعمار وبنى ان احنا بنعمر بلدنا وبنقضي على الفساد. هو ده اللي احنا عاوزين نوصله لحضراتكم. وفي نفس الوقت الايام الجايه والمستقبل كله لولادي لو كنت قدامي وان شاء الله هيبقى البلد في عهدكم ومعاكم لما سلموكم الرايه هيبقى ما فيهاش فساد خالص وانتم اللي هتكملوا المشوار بعدين ان شاء الله. كل سنه واحنا كلنا طيبين. النهارده احنا بنحتفل مع شباب بورسعيد مع الاجهزه الامنيه بنقدم كل الشكر والتقدير لهيئه الرقابه الاداريه الجهه المعاونه الرئيسيه ان احنا بنحاول نقضي على الفساد ان شاء الله. شكرا جزيلا.